صباح الحرية والكرامة، ونحن ندشن هذا التقرير الحقوقي لأهم شريحة من شرائح المجتمع التي ضحت من أجل كرامة هذا الوطن والذود أيضاً عن الكرامة وعن الأرض وعن العرض وعن الشرعية لميليشيات حوثية عباسية أتت لتكون ذراعاً فارسياً داخل هذا الوطن الغالي، فانقلبت على مؤسسات الشرعية فظهرت ثلاث شرائح. هذه الشرائح التي تعتبر أو نجمت عن هذا الانقلاب وعن هذه الحرب التي فرضت، أهم هذه الشرائح هي شريحة الشهداء، والتي مثلتها رابطة أسر الشهداء، ومثلتها الدكتورة خديجة عبد الملك وهي موجودة وحاضرة في هذا التسجيل، ورابطة الجرحى وهي أيضا تمثل شريحة مهمة من الشرائح، حيث أولا رابطة الشهداء بلغ عدد الشهداء أكثر من 6000 شهيد، وتعتبر اليوم محافظة تعز محافظة 6000 شهيد في هذه المعركة حتى الآن. الجرحى بلغوا إلى الآن أكثر من 21000 جريح، من ضمن هؤلاء الجرحى آلاف بلغوا من المعاقين. وأنا قبل أن أصل إلى هذه القاعة كان لي الشرف أن ودعت إحدى الأبطال وإحدى الجرحى سلمان الشميري، هذا الذي أصيب أيضا وهو في أثناء مهمته، وودعناه لكي يسافر إلى القاهرة للعلاج ومن القاهرة إلى الهند إذا كتب الله إن شاء الله له الشفاء ليعود ويتحرك. فأقول يعني هناك هذه الحرب يعني نجم عنها كوارث لمحافظة تعز، منها هذه الشريحة شريحة الجرحى، وأخص منهم المعاقين. والمعاقين هناك عدد كبير من الذين قتلت أقدامهم، ومن الذين قتلت أيديهم، ومن من فقدوا عيونهم، ومن من فقدوا أجزاء من أجسادهم. والشريحة الثالثة هي هذه الشريحة اليوم التي ندشن في هذا المؤتمر الصحفي، والذي نأمل كسلطة محلية أن يصل إلى كل المنظمات وإلى الأمم المتحدة وإلى مبعوث الأمم المتحدة، إلى السلطة الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبد الرب منصور هادي ونائب الفريق علي محسن، ودولة الدكتور دولة وزراء الدكتور أيضا معين عبد الملك، أن تصل إلى وزير حقوق الإنسان، أن تصل أقول أن يصل هذا التقرير إن شاء الله، وهو تقرير عن كل المختطفين في اليمن. هذه الشريحة التي أيضا تعاني مأساة حقيقية، آلام وأوجاع، منهم من وأنتم تقرؤون في يعني في إحدى اللافتات أكثر من 128 ممن فقدوا حياتهم من الأسرى، هناك عدد كبير ممن فقدوا عقولهم، ممن خرجوا من السجن وها هم الآن يعني يتعالجون في مستشفيات النفسية. بل اضطرت هذه المنظمة أو هذه الرابطة، ونحن كسلطة محلية نشكر هذه الرابطة التي استطاعت بفضل جهودها وتأسيس رابطة على مستوى اليمن لتهتم في المختطفين والأسرى، واستطاعت هنا في تعز أن توجد عيادة خاصة لمعالجة المختطفين الذين خرجوا من السجون وقد فقدوا جزء من وفيهم حالة نفسية، فهم مشكورين حقيقة. بل كان لهم الدور أيضا في التنسيق مع مستشفى الأمراض النفسية وتوظيفه لهذه الشريحة. اليوم فعلا جميعنا وكلنا لديهم، ربما لا توجد قرية ولا توجد منطقة ولا مديرية إلا وفيها عدد من الأسرى، وكلنا يعرف عدد منهم. ما سمعناه من نماذج
وما يحصل من تعذيب لم يحصل في التاريخ كله، حتى أن اليهود لم يصل بجرمهم وخبثهم أن يمارسوا ما يمارسوا اليوم، ما تمارسوا هذه الميليشيات الحرية من تعذيب. حقيقة أن هذه الميليشيات يعني أثبتت مدى جرمها وقبحها من خلال تعز كنموذج، من خلال حصارها يوم أن حاصرت تعز ومنعت الماء والغذاء ومنعت الدواء، ويعني شيء لا يتصوره العقل. غزة وما نسمع عن غزة لم يحصل ما حصل لتعز أقول حتى في غزة، ونفس المقابل لم يحصل للأسرى الفلسطينيين الذين هم في سجون اليهود ما يحصل اليوم لأسرانا عند الميليشيات الحوثية. هذه حقائق أقول فعلا ما ذكر صحيح، خرج هناك أسرى وعلى أجسادهم آثار التعذيب ما لا يتصور العقل وما لا يتحمله. شكرنا وتقديرنا لهذه الثلاث الرابطات، رابطة أسر الشهداء، رابطة الجرحى، رابطة أمهات المختطفين. يعني نحن كسلطة محلية نشيد بدور هذه الرابطات والمنظمات، ويعني شكرنا لكل الناشطين وكل الحقوقيين وكل الإعلاميين، كل من يوصل صوت تعز ومعاناة تعز ومأساة تعز وانتصارات تعز. صحيح أن هناك مأساة حقيقية ونكبة حقيقية تعز، لكن بالمقابل هناك انتصارات لتعز، وحققت تعز واستطاعت تعز أن تطوي صفحة المأساة اليوم في إعادة التطبيع، واستطعنا اليوم أن نحقق انتصارات متتالية، وإن شاء الله أقول في الأشهر القادمة، هي أمنية صحيح نكررها لكم، لكن هناك استعدادات إن شاء الله لاستكمال تحرير هذه المحافظة وتسويق هذه المحافظة، لا أن تكون عاصمة نقابية بل لأن تكون إن شاء الله عاصمة سياسية. نحن على ثقة من أننا كأبناء تعز إذا تكاتفت جهود الجميع أن نسوق هذه المحافظة بما تمتلك من مقومات حقيقية من ميناء ومن مقومات طبيعية لأن تكون إن شاء الله عاصمة سياسية. وأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالأخ الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز، ثم نرحب بالحاضرين جميعا كلهم باسمه وصفته. في هذا اليوم وبصدور هذا التقرير الذي يصدر بعد 4 سنوات مما يحدث في اليمن من اجتياح لجماعة الحوثي واختطافات للناس وتعذيبهم، يصدر هذا التقرير الذي يشمل بعض الأمور المتعلقة بالجانب الحقوقي والجانب القانوني، حيث أن المختطف هو شخص حرم من حريته دون مصور قانوني عن طريق احتجازه من قبل جماعة مسلحة خارجة عن إطار الدولة. تعد تعذيب كذلك المختطفين من أفظع وأبشع الانتهاكات التي يرتكبها الإنسان ضد أخيه الإنسان، كونها تفقد الضحية آدميته وكرامته. لذلك أجمعت الديانات السماوية والقانونية والوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية على حظرها، حيث تنص المادة الثالثة أن إعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، كما تنص المادة الخامسة منه على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللا إنسانية والعقوبات القاسية الحاطة بالكرامة. ونحن اليوم إذ نصدر هذا التقرير النوعي عن التعذيب في اليمن، نتمنى ذلك أن نزيل غطاء الظلام الذي تتستر به جهات الانتهاكات وتخفي الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين والمخفيين والمعتقلين من خلال تهديد المفرج عنهم وعائلاتهم وملاحقتهم، بل وتهديد عائلات القتلى تحت التعذيب بدون ردع يوقف إجرامهم. أن نخضع الجميع حكومة وإعلاميين وحقوقيين ومنظمات وجهات دولية ومحلية وشخصية واجتماعية وكل إنسان في العالم وكل من يجمعنا معه الوطن والدم والنسب أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، أن نناصر ضحايا التعذيب وندعم حقوقهم بمحاكمة المتسببين وتعويضهم وجبر الطلب، أن نكرم الضحايا بتسليط الضوء على معاناتهم
حيث تتجاهلها التقارير الدولية والمحلية، فالشهداء منهم سواء ما انقضوا تحت التعذيب أو التصفيات الجسدية أو بالقصف السجون أو أماكن الاحتجازات غير المذكورة ضمن ضحايا المدنيين الذين سقطوا في هذه الحرب، وكأنهم ليسوا مدنيين وليسوا قتلى، ولسنا بشر نبكيهم كل يوم وتفقدهم صغارهم والحياة. الملخص التنفيذي لهذا التقرير: يرصد التقرير حالات التعذيب التي تعرضها المختطفون والتي تم توثيقها من قبل فريق الرصد في الرابطة، حيث بلغت حالات المرصودة 950 حالة تعذيب. تصدرت أمانة العاصمة المركز الأول بين محافظاتها بواقع 144 حالة، تليها محافظة الحديدة في المرتبة الثانية ب 121 حالة، ثم محافظة إيد في المرتبة الثالثة ب 88 حالة، ومحافظة دمار في المرتبة الرابعة ب 87 حالة، ثم محافظة تعز ب 80 حالة، ثم محافظة عدن ب 35 حالة، وتوزعت بقية الحالات على محافظات أخرى. كما تضمن التقرير حالات القتل تحت التعذيب والتصفية الجسدية في أماكن الاحتجاز، حيث بلغت حالات الموثقة لدى الرابطة 128 حالة حتى تاريخ رصد هذا التقرير، منها 71 حالة تعذيب حتى الموت و 48 حالة تصفية وإعدام في السجون. تصدرت فيها محافظة عدن 16 حالة، ونفس العدد في محافظة إيه، ثم تليها محافظة صعدة 15 حالة، ثم تليها محافظة الحديدة في المرتبة الثالثة ب 14 حالة، في المرتبة الرابعة محافظة تعز 13 حالة، وفي صنعاء المرتبة الخامسة 12 حالة، وتوزعت حالات البقية على باقي المحافظات. وقد اتصل التقرير على ذكر الوقائع التي تم توثيقها في عام 2018، مع العلم أن معظم هذه الوقائع تمت في وقت سابق. كما شمل التقرير محافظة صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت وحجة وعمران وإب وتعز وذمر وصعدة. وبلغ عدد الوقائع المذكورة في التقرير 30 حالة و30 واقعة قدمها شهود، و 200 حالات انتهاك احتجاز تعسفي التي تعرضت لها النساء، و 11 وقفة لشهداء قتلوا تحت واقع الشهداء قتلوا تحت التعذيب. ونحن في هذا المؤتمر الصحفي نذكركم بهذه النماذج من شهادات على وثائق على ثقة، لأنكم سوف تطلعون على كافة الشهادات الموثقة في هذا التقرير النووي. الضحية الأولى هي من تعز، ضحية هو عين سام من محافظة تعز، يقول: تم اختطافي بتاريخ 18/12/2017 من أحد الباصات في شارع الأربعين، وأخذوني إلى أحد المناطق للشباكات وغيروا يدي ووضعوني في أحد المتارس. كانت القذائف والرصاص تنهال على ذلك المكان، وكنت أشعر بالخوف الشديد، والحوثيين يقولون لي: أنت داعشي، يجب أن تموت. وبعد ذلك أخذوني إلى سجن صالح بمدينة تعز، وتركوني لمدة 24 يوما، ثم بدأوا معي التحقيق في الساعة 10 مساء. قيدوا يدي إلى الخلف وأقدامي وأنا معصوب العينين، وبدأوا بتلفيق التهم لي بأني داعشي وأنتمي للمقاومة. أنكرت ذلك لأني طالب أدرس محاسبة ولا أنتمي لأي فصيل. وبدأوا بتعذيبي وقيدوني بالسلاسل وربطوني على عمود، ثم صعقوني بالكهرباء والسلاسل الحديدية، وفوقي مما زاد قوة وصول الكهرباء إلى جسمي. وقاموا أيضا بطعني بالسلاح الأبيض الجلدية في كل أجزاء جسمي، وضربي في الرأس بأعقاب البنادق لدرجة أن الدم كان يسيل من أنفي وفمي ورأسي، وأغمي علي على أثرها. ثم قاموا برشي بالماء وإعطائي جرعة من الدواء لا أعلم ما هو، واستمروا بالتحقيق معي إلى الرابعة فجرا. أعادوني إلى السجن انفرادي، مساحته صغيرة جدا، وكانوا بعد ذلك في كل مرة يحققون فيها معي يتم عزلي عن المختطفين في سجن انفرادي لمدة 20 يوما. تم التحقيق معي عدة مرات تصل إلى 13 مرة، ومنها 8 مرات التي تعرضت فيها للتعذيب. أحد أنواع التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق ما يسمى بالشوالة، وهي بوتاجاز صغير يشعل فيه نارا ويترك حتى ينقد، ثم بعد إطفائها يقومون بي ويأتون لي وأنا معصوب العينين ومربوط اليدين، ويجبروني على الجلوس عليها بعد إطفائها. لا أستطيع أن أصف الألم الذي كنت أشعر به في تلك اللحظة، وخاصة في المناطق الحساسة من جسمي. أحد المعتقلين الذين كانوا معي حاول الدفاع عن نفسه من هذه الحالة في أثناء تعذيبي، فقاموا بكسر يدي اليسرى. طوال فترة اعتقالي كنت أنام على البلاط دون غطائي، وكانت النوافذ مغلقة بأحجار وأسمنت، وكان الماء الذي يعطى لنا لنشربه ماء مالح غير صالح للشرب، والطعام الذي كان يقدم لنا كان يقدم لأربعة أشخاص لا يكفي لشخص واحد.
حيث كانت تقدم لنا وجبة واحدة في اليوم وهي الغداء والأربعة وعشرين ساعة. من التهم الموجهة لي أني أدعم المقاومة بالكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي. لم أتوقع أن مجرد الرأي سيصبح جريمة تعرض للتعذيب بسببها. بعد ستة أشهر أتت لجنة التحقيق للسجن واطلعوا على ملفي وقالوا أنه ليس علي أي تهمة ويجب إطلاق سراحي، لكن القائمين على السجن رفضوا ذلك وقالوا أنني داعشي من تعز ويجب على أبناء تعز ألا يعيشوا خارج السجون. ولم تكن اللجنة آنذاك إلا لذر الرماد على العيون. وبعد سنوات ثلاثة أشهر تدهورت حالتي الصحية بسبب ما كنت أتعرض له من الضرب على الرأس، فتم إطلاق سراحي. وبعد مدة تمت ملاحقتي في المستشفى الذي خرجت العلاج فيها لقتلي وتصفيتي والتخلص مني، مما اضطرني إلى الانتقال إلى وسط مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الشرعية حتى لا يتم ملاحقتي من قبل الحوثيين. من صعدة الضحية ميم طاباء 28 عاماً، تم اختطافي في شهر يوليو من عام 2016 من قبل مسلحين يتبعون جماعة الحوثي واحتجزوني في أحد المباني التابعة للدولة. لعلمهم أن طيران التحالف يستهدف هذه المباني كونها مقرات للمسلحين جماعة الحوثي، وأدخلوني في غرفة فشاهدت ما لم أتوقعه، حيث شاهدت سبعة من الأشخاص نحيفين الأبدان يلبسون ملابس شديدة الاتساخ وموزقة مقيدين عليه الأقفال. فقالوا لي، قاموا يسألوني من أنت ومن أين أتيت وكيف الحياة في الخارج وهل ما زال هناك خضروات ودقيق وهل ما زال هناك أسواق. تعجبت من كثرة أسئلتهم فأخبرتهم أن الحياة في الخارج طبيعية. فسألتهم عن مدة وجودهم في هذا المكان، فقال بعضهم أنه منذ سنة والبعض الآخر أنه منذ سنة وأكثر. وفي هذا المكان كانت الغرفة نتنة الرائحة، وكان السبب في ذلك أنهم يقضون حاجاتهم في كرتون يوجد في زاوية الغرفة، لأنه لا يسمح لهم باستخدام دورة المياه إلا في أوقات محددة. سألتهم بعد ذلك، فسألتهم ماذا إذا بلغ أحدكم، فقالوا أن السجانين يرفضون إسعافهم غير مبالين بحق بموتهم. وأخبروني أنه توفى اثنان منهم، أحدهم بسبب التعذيب والآخر بسبب المرض الشديد، حيث يرفض إسعافهم ثم رفض أنفاسه هناك. وسألني المحقق من أي مذهب ديني ولمن أنتمي ولماذا أنا سني وهل أنت مؤيد للعدوان التحالف. كل هذه الأسئلة مع الضرب الشديد بكيبل الكهرباء لمدة ثلاث ساعات، حتى كنت أقع على الأرض من شدة التعذيب حتى اسود جسمي كذلك. وأيضا بعد 20 يوما أخرجوني للتحقيق معي مع الضرب المبرح، وكانوا يهددوني بالتصفية الجسدية ويصادون كل شيء نرسله لأهلي. ومن عدن الضحية ميم قاف محافظة عدن 28 عاما يقول، تم اعتقالي في 21/12/2016 في قاعة وضاح، ولم يسمحوا لي أي تواصل مع أسرتي، بل قاموا بتعذيبي وضربي بالسياج حديدية وأسلاك نحاسية، وأدخلوني في زنزانة ضيقة كانوا يطلقون عليها اسم الضباب، حيث ظللت هناك ظللت فيها واقفا لا أستطيع الحركة والجلوس، وأنا مكبل اليدين، وحرموني من الطعام والماء لثلاثة أيام حتى شعرت بالموت من شدة التعذيب الذي لاقيته. أشعر بالضمور الآن في يدي وأشعر بآلام متواصلة. من هنا نوصل نداء من أبناء عدن بالذات، نقول فيها أن أبناء عدن يرسلون لكم هذا النداء وهذه الاستغاثة لكل المنظمات وللحكومة ولكل القائمين على المنظمات الإنسانية، يقولون فيها لقد أهانوا كرامتنا فلا تجعلوهم يفلتون من العقاب. ختاما نضع هذه التوصيات بين أيدي رئيس الجمهورية ونائب الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي ومجلس حقوق الإنسان ولجان التحقيق الدولية واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية والعامة في مجال حقوق الإنسان والوجهات القبلية، وهي 1. إيقاف التعذيب في اليمن بكل أشكاله. 2. تمكين المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من حقوقهم الإنسانية الطبيعية. 3. محاكمة الجهات المنتهكة التي قامت باختطاف والإخفاء والتعذيب والقتل تحت التعذيب. تعويض ضحايا التعذيب وعائلاتهم، حماية العائلات والمختطفين والمعتقلين تعسفياً قسراً من هذه الاعتداءات وابتزازهم. حماية عائلات القتلى تحت التعذيب من الابتزاز والتهديد والاعتداء. توفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوي والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان. دعم وتوثيق حالات التعذيب والقتل تحت التعذيب
طبيا وقانونيا من الجهات الطبية والقانونية المحايدة والمختصة. تحديد عقوبات رادعة في القانون اليمني على مرتكبي جريمة التعذيب، رعاية المفرج عنهم نفسيا واقتصاديا. وفي الأخير نشكر حضوركم الكريم.